في وصافك عندك وسام أم حنتي بسبب لي اعتيق اسم حشر قسام حسن عاوني من هواك نبكي بدموع الشام مرسي مثل القمري حل انت وحد في المرصاد ولد جاي نادي بقرحته طاش عليه منام جروحه ومقروح من الفراق العرب رقام صاحب الهوى يكون بعد الساعة ينضام وقيانا وجهار والحقيق والبريس بصندام لؤلؤة وياقوت والحجار والدراب تنضام وبعض من الساعة يكون حرست نجام المبر مسجار وزي الموت والقدامه محرم الحزوم والجباب وسباني الحرام وبعض من الساعة يكون سياق حبر زدام خلاخ مفاسر ومقايس ومسايس رامو نبان والخراس والمناك صنعت نجام وبعض من الساعة يكون تاجر هندي عظام بلوجين وعشاب مشتك تحت ليه يامو روانوك مخاوم لفحري ورق نعام وبعض من الساعة يكون تنجاري خرام بالدابد والمربوع والمخرطاس بنفر صامول من عدن يبنوز والإيراك واليسرى والنام وبعض من الساعة يكون من داود معلام المعون زبرام قابل النار ولا شطامو يطلق المزرك والدرك والدرة والحسام وبعض من الساعة يكون يبني بحجار الصام بزازن وصوار والقبب وقصور وخيامو قراطي وزليج والمزاني لبني وركام وبعض من الساعة يكون رئيس بحر مظلام رقابة كيموش وقزاف الرغامو كل يومين يغيب سافلين ويمنى ربشام وبعض من الساعة يكون فارس راكب الدهام يمين وشملان فنضن في الوحش يزامو صياد الغزلان والفقا وحمام ويمان وبعض من الساعة يكون باشا طاغي قيام كي أمر على رئيسه تسرعد بحكامه قلبه قاسي ما يتحشامه لازمام وبعض من الساعة يكون تسكران مغنيام ما اسمع منه جواب سلطان وشد حكامه بيدو قوسنو بالملقى يردو بسام وبعض من الساعة يكون طالب يسخ علام بالمجموع والقلام القتل الله سلهامو علمو من عقلو مرتسبو معاني وحكام وبعض من الساعة يكون كالمجنوني خاصام يسفاس ما حويجو ويقطف كمامو يصفر ويدبر سيرتو كادو يسحام هذا حال الشيخ يا الحافظ بثبات مجزم اخدم بنية وزيد تطعم بعاس لطعامه وجحد عزيه في حياته عبد القدام يعرفني صندي بشنعتي في القطرة محتم راكب شيل ويساك قلبه روح علي بالجامو سجو من ذهب والركاب سطع بالرجام إذا نشبت سيفي كلها تخدع وتسلم يا
عرفوني الشاك الحياة وموتا يرحمو هتا لك الحمير الحمين في الربيتان أحوضي كل طبعي واحد وتقدم قول الله يرحم صحاب لي وجدل فتعلمو قدرم صور في البجايش يقول امام انا يا خبال قلت لي هاول في مريم في من حاليا الباهية يسكن في بسكامو دي كان مغرى البشرة حيني بستام تصل فيها بطر الصال ريسي عاشوري والدرس العين الإسلام الله يرحمني ويرحم الحافظ والإسلام خد تاريخ مية وميتين والألف مقتم والخمسة والعشر سنين هات السرجين تتمامو عرض الحجة على كمال وقدام قتام أنا يا أخنا قلتني أول في مريم دين الحالية البهية يسبب اسقامو وديك نظر البشرة حليني تسلام أنا يا أخنا قلتني أول في مريم الحالية البهية يسقط في الفسقامو وديك نظر البشرة حميلة